بزنس سبور. رجعنا لكم في بزنس سبور، ما زلنا مواصلين معكم حتى للتسعة. نحكيوا على تنس الطاولة في بلادنا، رياضة أصبحت اليوم منفتحة على التطور العالمية. نحكيوا شوية على الموارد متاحة، نحكيوا زادة على التطور هذا كيفاش ينجم يكون في عصر، ولينا نحكيوا على عصر الصورة. نحكيوا اليوم على تظاهرات رياضية كبيرة برشا. يحضر معنا ضيفنا سي لطفي قرفير، رئيس الجامعة التونسية لتنس الطاولة، ويرافقني كيف العادة رفيق الهرقام. نحكيو شويه رفيق، خلينا نبدا معاك على اليوم تونس قاعده تنظم في تظاهرات رياضيه، كيفاش تراها التظاهرات هذيا، وكيفاش اليوم النجم نسوقوا الرياضه هذه باش ما تجيب لنا الفلوس؟ حاجه بسيطه ياسر، كل جامعه اليوم في تونس ما تنظمش دورات حسب رايي، المكتب الجامعي نتاعي لازم يتحل. الوجود نتاعك انت كمكتب جامعي يلزمك تنظم دورات، ودورات دوليه، على خاطر الدورات الدولية تمكن ويعرف سي لطفي خير مني، دخل لك شوية فلوس، ما نقولش برشا فلوس، ولكن تعرف تتصرف في البودجي نتاعك، سي إمكانية باش تدخل لك فلوس، باش يجيبوا مشاركين من برا، باش تخدم الريزون تاع الوتلة، مش فما كريستور نتحسدوا، فما برشا حاجات دي تروك ما غير ندخلوا في لي ديتاي، حاجات تخلي الجامعة التونسية والناس اللي تنظم دورات دولية في أي رياضة كانت، خاصة الرياضات الفردية، باش تصور شوية فلوس. أون بلوس الدورات هي المجال باش المستشار نتاعك يلقى نوع من الفيزيبيليتي. مستشار تمشي له ما عندكش دورات دوليه شو دي بيان، وبدرجه اقل دورات محليه اللي تلم برشا عباد، موش باش يكون موش باش يجيك متحمس ياسر باش يجيك. دونك انا مع ثقافه تنظيم الدورات، ونصور اللي هوني اللي الوزاره والواحد مقصرين في الحكايه هذه، لازم تشجيع الجامعات اللي تنظم دورات. اليوم احنا سنة تعمل انت كاس عالم للشباب، العالم كامل بحذاك، تنسى طاولة كل الشباب موجودة في تونس، حتى سياسيا وعلى المستوى الجيوسياسي عندها الوحدة نتاعها، عندها تأثيرها نتاعها، وعندها تأثيرها وعندها قيمتها. للسياحة الرياضية هذاك مفروغ منه، باش يجوك برشا عباد من جاليات، مش يصير البوشاوري العباد باش تحكي على تونس، هذا كله يتحسب اليوم. وكيف كيف راه انت كي باش تاخذ دورات دوليه ماكش تقول لهم حب دوره يعطيك تور، فما دي مقاييس، فما لوبينغ، فما اتصالات. نتصور دوره كاس عالم الشباب هذه ما تخدمتش في شهر ولا شهرين، عوام باش نجموا نجيبوها لتونس، خاطر عندك منافسين في كل دوره، تلقى ثلاثه اربعه خمسه يحبوا ينظموا. دونك انا نتصور يدي هوني حاجه هذه تحسب لفائده المكتب الجامعي جماعه تنس الطاوله اللي قدرتهم على تنظيم عدد دورات. كيف كيف زاد حاجه تحسب لهم وتحسب سي لطفي قرفيل، اللي هو كي تم فما دوره الحضور الاعلامي نتاعهم حضور محترم جدا، يعرفوا يسوقوا الدورات نتاعهم. انا يعني طبعا الخدمه نتاعنا نعرفوا، فما دورات صار تصيروا في تونس ما يسمع عليهم حتى حد. النشاط تنس الطاوله خاصه دورات دوليه، ناس في المواقع، في الراديوات، في الجرايد، في التلفزه الوطنيه اسونسيلمون، حضور ممتاز. وهذه طبعا بعد ممكن نحكيوا عليهم على خاطر نلاحظها، ونعرف اللي سي لطفي يحب ياسر الميديا ويعرف كيفاش يتعامل مع الميديا. دونك نتصور في خطه جلب المستشارين على خاطر يقول لهم انا عندي حضور، فتحكي عن دوسي دو بريس نتاعو، وانا متاكد اللي دوسي دو بريس تاع كاس العالم للشباب كان معبي، فيه برشا تغطيه اعلاميه مكثفه محترمه بارابور، ديما نحكيو ديما بصفه نسبيه بارابور للرياضات الاخرى، تونس الطاوله يتحكي عليها في تونس اعلاميا. وهذا نفتح قوس ماهيش خدمه الاعلام بركه، يلزمك انت كجامعه تعرف تبيع وتمشي تدق البيبان باش العباد ميديا يحكيوا على التورنوا نتاعك. ساعات يتشكاو يقول ما يجينا حتى حد، ليه ما يجيك حتى حد؟ انت امشي دق الباب، دق الباب ودافع على التورنوا نتاعك وسهل المعلومه واعطي المعلومه للاعلاميين، تو الاعلام يحكي على الدوره نتاعك. سي لطفي رفيق يحكي على استراتيجيه كامله، استراتيجيه كامله للنهوض بالرياضه هذه تسويقيا نحكي لهنا واقتصاديا. اليوم كما تعرف سي لطفي قرفيل، دونك الرياضه ما عادش نجموا نبعدوها على التسويق، سواء كان تسويق رقمي سواء كان تسويق اقتصادي. اليوم كما قال رفيق، دونك اذا تحب تنجح لازمك تنوض بلوتو لازمك تنظم دورات في مستوى عالي جدا باش تجلب الناس ليك. اكيد نعرج على كلمه رفيق وناكد كلامه، كونه الاعلام معناها ركيزه ثابته لتطور الرياضه وفي اي رياضه شريك فعل الاعلام معنا. ونرجع للحاجه اللي خلاتنا نمشيو في الاتجاه هذا، كونه كما قلت لك
الجامعه التونسيه لكره الطاوله معناها من الـ من الـ معناها من حاجتنا لتنميه الموارد الذاتيه للجامعه التونسيه لكره الطاوله وحاجتنا لتنميه الموارد الاستشعار وحاجتنا لتشريك ابنائنا في التظاهرات الدوليه كما قلت لك غلاء التذاكر وغلاء الاسعار في على الصعيد العالمي الاقامه والاعاشه وتذاكر الطيران ولادنا ما عدوش ينجموا يشاركوا في التظاهرات الدوليه معناها للاعتبارات هذه الكل خيرنا ان نجيبوا العالم لتونس ننظموا دورات دوليه في تونس والدورات هذه الدوليه في تونس باش ننظموها يلزم الاعلام يكون فاعل معنا باش نحقق الاهداف نتاعنا كما قال السي رفيق المستشهر اول ما تمشي له تقول له رانو تعاوننا تنس الطاوله شنو الفيزيبيليتي وين باش نشوفوا تنس الطاوله وين باش نشوف اللوجو نتاعي وين كيفاش شنو عندكم شنو نشاطكم معناها ما هذا من حقه سي من حقه لا من حقه حاجه معناتها اليوم لا من حقه المستشهر يطلب منك حاجات لا من حقه اصبحت في العالم نتاعنا في العصر الرقمي هذا حاجات عاديه جدا لا من حقه وبدينا من الاول معناها بدايه محتشمه كونه بعلاقات ذاتيه حتى لا يعطي حويجه معناها وصلوا بعض الاصدقاء بربي هاو نعطيكم ما تقولش باش ما يجيونيش ناس اخرين وتقول لي هاو فلان عطاني ولا هاو شاك وما تقول لحد بعلاقات ذاتية تنظيم التظاهرات الدولية معناها معناها عدم قدرتنا على المشاركة في الخارج وغلاء الأسعار وضعف الميزانية حاجتنا باش نوريه تنسى الطاولة في أحسن صورة في مستوى عالمي الأسباب هذه الكل خلاتنا أنه نمشيه في اتجاه تنظيم الدورات الدولية في تونس والحقيقة تنظيم الدورات هذه ناجحة بامتياز وفيها البث مباشر بتقنية اللايف ستريمينج فريق كامل معناها الحقيقة الفضل عمل فريق كامل أعضاء مكتب جامعي والعاملين إطارات والجامعة التونسية لكرة الطاولة كلهم مساهمين في النجاح هذايا ولينا كي نمشيو للمستشارين ما نتعبوش برشا وحطينا دي زوبجيكتيف كونه في كل سيكتور داكتيفيتي مثلا في قطاع البنوك يكون عندنا مستشهر في قطاع وكلاء السيارات يكون عندنا مستشهر في قطاع التامين يكون عندنا مستشهر في قطاع الهاتف ما تتمس في المجالات الكل المجالات الحيويه المجالات اللي عندها ميزانيات للاستشهار اليوم عندنا وكيل السيارات نشكروهم ونشكروا جميع لي بارتنير نتاعنا وكيل سيارات معناها مستشهر معنا عندنا بانكا تونسيه شريك معنا وعندنا بعض الشركات الاخرى والميزانيه نتاع الاستشهار قاعده ترتفع من سنه الى اخرى والاهم من كل ذلك كونه الشركاء نتاعنا فرحانين فرحانين بالفيزيبيليتي اللي وفرناها لهم فرحانين معناه يشوفوا كونه تنسى الطاوله قاعده تسوق للمنتوجات نتاعهم وقاعده تسوق للعلامه التجاريه نتاعهم وامنوا بينا ومازالوا مواصلين معنا وحتى توا سنة 2023 كي نكلمهم معانا مزيتوا معانا مزلنا معاكم وباش نزيدوكم ان شاء الله وربي يوفقكم ويخدم على رواحكم. حتى الارقام محترمة مقبولة معناتها توا في العام الاخر في 80 70 الف دينار بالنسبة لرياضة كما تنسى توا مبلغ محترم ينجم يتزيد كيف كيف الدورات الدولية خاصة مثلا كأس العالم للشباب هذه اللي تنظمت في ديسمبر ديرنييرمون كيف كيف ربحوا فيها ما عندهم قدره كونوا الموارد تفوت المصاريف ماهيش دورات خاسره معناتها مش نقولوا خاسره ما فيهاش يعجز فيها سوربلو مثلا نتصور هكا مليار دي كيلك في الواحد روسيت 950 60 مليون روسي ديبونس مصاريف هذه حاجه بيه فما ترشيد معناتها حتى كي تشوف الوثائق تلقى الدورات الكل الدوليه ما فماش دوره اللي فيها عجز فما تحكم في فما في بعض الاحيان شويه عجز قليل ماهوش كبير برشا مقبول والحقيقة في الجملة رابحين من التظاهرات الدولية هذوما والفاضل هذاك هو اللي قاعدين نمولوا به في النشاط الإضافي للجامعة تو في بعض الأحيان نبعثوا للوزارة نقول لها عنا الوليد الفلاني باش يشارك في تظاهرة دولية يقول لك البيجي وفاء منين مش كيفاش باش تمول الواحد من الموارد الذاتية باش يشارك أنت ذكرت ذكرت قلت الأولاد نتاعنا اليوم كيف نصنع نجم في أو نجمة في كرة الطاولة العمل العمل هو
العامل الأساسي كونه باش ننجحوا باش نكونوا أبطال في جميع الميادين هو الثقة في النفس والإيمان كونه راهو النجم نحقق الأهداف متاعنا. وبعد الشيء اللي حققته أنس جابر في رياضة التنس الحقيقة ما عادش حتى حاجة اسمها امبوسيبل ولا ما نجمش. ما عندكم انتم آدم عندنا آدم حمام وعندنا توا الوليد وسيم الصيد بطل افريقيا في فئة اقل من 15 سنة وعندنا وليد تونسي الكل تونسي الكفاءة التونسية توصل تنجم توصل للاعبية نتاعنا العالمية الكفاءة التونسية الحقيقة متميزة وتنجم توصل وكان تشوف التقريب عندنا أكثر من 12 إطار في قطر خمسة إطارات في السعودية في تنس طاولة برك معناها كي يقولوا تحويلات التونسيين بالخارج المبلغ ارتفع تنس طاولة مساهمة في قسط من الارتفاع هذا في تحويلات التونسيين بالخارج وحتى الإطار المتواجد لنا الحقيقة قاعدين يقوموا بعمل ممتاز وقاعدين نشجعوا فيهم والعقلية السائدة قبل ولا قاعدين نخدموا عليها باش نبدلوها كونه تنس الطاولة رياضة صعيبة وصعيب باش تحقق ميدالية هذا الشيء هذا هي كلمة قبل تتقال هذا تتقال مش رياضة سهلة سيلوت في تكنيك مو برلون هي ماهيش سهلة تظهر سهلة ما فيها ماهيش سهلة فيها خدمة وهذه العقلية السائدة حتى في سلطة الأشراف معناها مقسمين رياضات مستهدفه ورياضات غير مستهدفه. رياضات مستهدفه هي الرياضات اللي تنجم تحقق فيها نتائج وتجيب ميداليات اولمبيه عالميه، والرياضات الغير مستهدفه هي الرياضات اللي ما تنجمش تحقق فيها نتائج ممتازه. دونك احنا اليوم الحاجز هذا يلزمنا نلغيوه وراهو حتى شيء ما هو مستحيل وقادرين باش نحققوا الافضل وقادرين باش نحققوا نتائج ممتازه. فقط بالعمل وبالجدية وبالإيمان كونه قادرين باش نحققوا النتائج هذه. رفيق توسيع اليوم انه الشباب يتم استقطابه في كرة الطاولة في النوادي واليوم معناتها علاش اليوم معناتها العباد ما تخممش حتى باش تعمل نوادي نتاع كرة الطاولة معناتها العقلية هذه رفيق هركي. اي انا نقول اللي معناتها هذه الدولة تاخذ على عاتقها معناتها يدخل حتى وزارة التربية مثلا بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة معناتها خطة كاملة باش تجهز المكاتب دور الشباب بتنسى الطاولة اللي باش تكون خطوة أولى باش لك الوليد هذاك يتعود على الرياضة خاطر الرياضة سهلة ياسر باش يكبر معاها ديجا يكبر معاها ليه والبراتيك نتاعها ما تتطلبش تجهيزات عملاقة كما قال لك طاولة سامبل شبكة وزوز دو راكيت معناتها اكسترا دونك تمشي الأمور بكل سهولة. نتصور اللي بعث النوادي ديما بعث النوادي يطلب زاد امكانيات نوع من الاستثمار يلزمك لوكال يلزمك نومبر دافيلي معين البلاصه اللي مش تخدم فيها وين يلزمك معناتها تهيئ لها كل شيء تهيئ لها معناتها ما نصور ديما شوف نشر كرة الطاولة يلزم باش تولي رياضه شعبيه ما ينجمش يكون هذا موجود نتاع الجامعه فقط يلزم الدوله خطه كامله هاني قلت لك اذا توصل تكثر من ممارسة تنس الطاولة في المكاتب وفي دور الشباب خاصة الريزون تاع دور الشباب نكد لك في ظرف 4-5 سنين تولي رياضة شعبية جارفة كما في بلدان أخرى كما في مصر مثلا هذا هو معناتها في فما إمكانيات ترصدها الدولة معناتها ما ينجمش يكون هذايا حاجة مجهود يعملوا الجامعة فقط على اعتبار أنه الكلفة زاد ما تنساش الكلفة وحاجة أخرى الرياضة هذه أنا ديما كما نعاودك الفكرة مرتبطة في ذهني سي لطفي بدور الشباب ما نتخيلش دار شباب خاطر ما فيهش شيء كيما المكتبه كيما طاوله نتاع تنس الطاوله عندي انا حاجه مهمه كيف الجامعه بالخبره نتاعها والمرافقه الفنيه على خاطر عندهم دي اكسبرتيز باش في الامبلونتاسيون نتاع الطواول والخدمه الديتكسيون نتاع لي جون خاطر تتطلب امور فنيه مش سهله معناتها اللعبه راهي صعيبه هي لعبه في التكنيسيتي في السيرفيس نتاعها في الانشينمون بدنيا زاد تتطلب ترهق شويه تخدم ليه البدن ما تخدم المخ والبدن دونك انا نتصور لي يكون في خطه تتبنيها الدوله تصرف عليها والعائد نتاعها يكون باهي ياسر على الاجيال هذه اكثر منها خطه تطبع الجامعه التونسيه باش تنشر اللعبه هذه. لهنا سي لطفي معناتها رفيق معناتها حكاية على مثال مصر اللي معناتها عندها تقاليد كبيره برشا في تنس الطاوله وكما كنا نحكيو في الاوف ديجا نوادي بسماهم معناتها ديجا عمالقه في التنس الطاوله. بوزيسيون تاع تونس في العالم العربي في افريقيا في العالم وين تراها؟ قبل ما نجاوبك نعرج مرة أخرى على كلام سي رفيق والحقيقة من المنبر هذاي نترقب
كلمة السيد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد إعلان تنس الطاولة رياضة وطنية. وكي نقولوا تنس الطاولة رياضة وطنية نقولوا نادي في كل نادي أطفال، نادي تنس الطاولة في كل نادي أطفال، نادي لتنس الطاولة في كل دار ثقافة، نادي لتنس الطاولة في كل دار شباب، نادي لتنس الطاولة في كل مدرسة ابتدائية، نادي لتنس الطاولة في كل معهد ثانوي، نادي لتنس الطاولة في كل جامعة. المظاهر هذايا القرار هذايا يلزم الابعاد نتاعو لين معناها تنسى الطاوله تولي منتشره في كل مكان. واحنا من الاستراتيجيه نتاعنا باش نمشيو للصنعان الطاولات من الاسمنت المسلح وباش نركزوهم في الحدائق العموميه وباش نركزوهم في الفضاءات العامه باش الصغيرات كما قلت موجود المشروع هذا مشروع معتنى. هذا مشروع قاعدين نخدموا عليه وان شاء الله باش نجسموه قريبا. موجود في العالم، موجود في العالم وفي الصين. ونرجع لسعادة سفير الصين بتونس، معناها قال لنا هذه حاجة سهلة، علاش ما تخدموش عليها؟ معناها في الصين الطاولات تلقى بال 200 طاولة في الـ في الـ في الـ في الأحياء في الأحياء السكنية في الأحياء في الحدائق، وبعد الخدمة الناس الكل تلقاهم تلعب في تنس الطاولة على الطاولات هذوما. والحقيقة زاد حفزنا باش نجسموا المشروع هذايا الطاولات هذوما بالإسمنت المسلح في كل مكان. ما يكلفوش برشا، ما يكلفوش برشا، وباش نجموا نركزوهم في كل ولاية تونس في كل أماكن. هذا مشروع معناتها مهم برشا، وكما قال السي رفيق معناها تنسى الجامعة التونسية لكرة الطاولة وحدها ماهيش قادرة على تحقيق هذا، يلزم استراتيجية معناها استراتيجية نتاع الدولة التونسية واستراتيجية نتاع سلطة الإشراف. وهذا اللي خلينا معناتها نخلطوا على بلدان أخرى، نخلطوا على بلدان أخرى الجمعيات. نرجع للجمعيات، الجمعية اليوم باش تتكون جمعية يلزمك عندنا تقريبا 45-50 نادي تنس الطاولة اللي هو عدد ضئيل في الجهات الكل. فما ولايات كاملة ما فيهاش تنس الطاولة. ممكن فيها تنس الطاولة في دار الشباب، أما نوادي تنس الطاولة من ضوية تحت راية الجامعة التونسية لكرة الطاولة ما فماش برشا. نحكي لك مثلا الكاف، جندوبة، باجة، القيروان، ولايات كاملة ما فيهاش ولا نادي لتنس الطاولة. والظروف الحقيقة ولات صعيبة برشا كي نشوفوا النادي لتنس الطاولة. أول حاجة يستحق الفضاء. تنس الطاولة ما عندناش فضاءات غير دور الشباب، وهنا ما نجمش نعمم، راهو ما نقصد حتى حد وما نعممش، فما دور شباب متجاوبة ومتعاونة وتحب تنشر تنس الطاولة. وفما فما اللي ما عندهمش إمكانيات، فما دور شباب مش ما فيهاش تعطلك جملة واحدة. وفما منشور وزير سابق ربي يسامحه، معناها دور الشباب ولات كي تجي تلعب بالرياضة يلزمك تخلص معلوم كراء القاعة. نادي مدني معناها غير ربحي باش يجي يمارس تنس الطاولة تطلب من عنده كراء القاعة الرياضية. عندي نادي في بومرداس 3 سنوات اليوم ما نجمش يتمرن على خاطر ما عندوش الامكانيات. انت نادي مدني، ناس متطوعين، الناس معناها تطلب ما عند الناس هاوي تجي تقول له انت باش يمارس الرياضه في دور الشباب يجي يدفع فلوس، معناها هذا عائق كبير الحقيقه ما نعموش. لكن اما الحقيقه الاوبستاكل موجود، دونك الفضاء، وجود الفضاء، وجود الممرن اللي باش يشرف على النادي هذا، وجود التمويل، والحاجه الاهم هي وجود هيئه مديره اللي باش تشرف على النادي. اليوم مالوريزمون يجعلني نتلهى في ولادي، يجعلني نتلهى في روحي. الانانيه غلبت على الناس، ما عاد شكل العمل التطوعي الناس اللي باش تربي الناس والرساله اللي باش تبدأ. الناس هيك تشوفوا المشاكل اللي صايره في الجمعيات ويقول لك باش نورط روحي وجمعيه باش نولي ندفع من الفلوس ولادي للجمعيه. هكاك تولي تندثر مع الوقت معناتها معناها تاسيس جمعيه يلزم العناصر هذه الكل ويلزمها تتضافر مع بعضها. واضح. في 20 ثانية رفيق، المستقبل لي المستقبل معناتها يتطلب إمكانيات، ديما نحكيو على الإمكانيات، تنظيم مزيد الدورات، نشرها أكثر، حضور الإعلامي، ذكاء في تسويق الرياضة هذه خاصة في الديجيتال، تأثير قد ما نجم على دوائر صنع القرار في تونس باش تاخذ حظها أكثر الرياضة هذه. ونزيد بربي حاجة خارج الوحدة، تنجمش تردونا بطل في الدولة المغربية. إن شاء الله ولا مرحبا بيك. يومكم العمر ما نعرفش. يوم عندنا مدرسة في الرياضية، يوم الأربعاء مساء ويوم السبت مساء ابتداء من الساعة 3 بعد المساء. مرحبا مرحبا بيك حول الله. نجم جيب لنا مدربين مشرفين على المدرسة الفيدرالية. يعطيك الصحة.
ممتازين ومتميزين ويتلهوا بيك. يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك سي لطفي. يعيشك رفيق، بارك الله فيك. يعطيكم الصحه انتم زاده اللي تابعتونا في بزنس اسبور، نتقابلوا الجمعه الجايه في لمانس كلها.